السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد من شرم الشيخ، وبنشوف دلوقتي طلوع نهاية الفجر وبداية الشروق في شرم الشيخ البحر الأحمر. احنا دلوقتي على البحر والشمس لسه هتبدأ تظهر أو تشرق في المكان ده. ادي القمر تقريبا، ده كوكب المشترى او زحل، مش واضح بالظبط. مع بعضنا لحد ما نشوف الشروق الجميل على البحر الاحمر. وهنا هتبدا بدايه الشروق، بيبقى منظر جميل والشمس لسه طالعه على البحر زي ما حضراتكم شايفين. شايفين بداية ظهور الضوء في الشروق، قد ايه جميل، منظر رائع على البحر. وادي الجبل هناك باين، قد ايه المنظر رائع وجميل. لسه القمر ظاهر في السماء.